العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد اللهم صل على يا حبذا يا حبذا دوحة في الخلد نابتة ما مثلها نبتت في الخلد من شجر المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر والهاشمية سبطاه لها ثمر والشيعة الورق الملتف بالثمر إني بحبهم أرجو النجاة غدا والفوز في زمرة من أفضل الزمر اللهم صل على قال سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكتوب على ساق العرش إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد الله سبحانه صلوا على محمد ثالث على محبة الزهراء اللهم صل وسلم الله سبحانه وتعالى عرف لنا أهل البيت عليهم السلام واللي يقول أن الله عز وجل ترك الأمة الإسلامية دون أن يعرف الناس بأهل البيت لأن هاي يفتح مجال للحديث أو للكلام أن الشيعة هم اللي ابتكروا هذا المذهب لا الله سبحانه وتعالى عرف لنا أهل البيت في القرآن الكريم
وحتى لما ننظر إلى الآيات القرآنية ما بنقول من ناحية الكيف، نقول من ناحية الكم. عدد الآيات اللي تحدثت عن آل بيت محمد وعدد الآيات اللي تكلمت عن الصحابة، لما واحد يريد يسوي مقارنة، كم آية تحدثت عن أهل البيت عليهم السلام وعن علي بن أبي طالب؟ آية التطهير وآية القربة. زين ليش الله عز وجل بهذا الكم الهائل من الآيات يوضح ويبين ويحاول أن يظهر أهل البيت عليهم السلام؟ الواحد ما يتساءل يعني. ثانيا الأحاديث، رسول الله صلى الله عليه وآله كم من حديث تكلم فيه عن فاطمة، وكم من حديث تكلم فيه عن علي، وكم من حديث تكلم فيه عن الحسن والحسين بشكل مفرد، وكم من حديث تكلم فيه عن الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أحاديث كثيرة لا عد لها ولا حصر. الواحد يتساءل أيضا، لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله يظهر هذه الشخصيات ويتحدث عنها بهذا الكم وبهذه الكيفية؟ معقولة أن الرسول راح يتكلم عن علي وفاطمة إلى درجة أن يوقع الناس في شبهات وفي أوهام؟ لا، إنما أظهرهم رسول الله وتكلم عنهم لكي يرتبط الناس بهؤلاء، يرتبطون الناس بعلي، وإلا ما معنى ذاك الحديث برز الإسلام أو الإيمان كله إلى الشرك كله؟ ويجي الرسول يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، ويجي الرسول يتكلم حسين مني وأنا من حسين، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ليش هالمقدمات هذه الكثيرة اللي يتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ المشكلة مو الآن، المشكلة يوم القيامة. الناس مسؤولون، من أين أخذتم دينكم؟ ولله الحمد نقول أخذنا هذا الدين من رسول الله، من القرآن الكريم. رحم الله السيد الحميري، سيد إسماعيل الحميري، في متاهات الناس يوم القيامة، لأن يوم القيامة الله يدعو كل أناس بإمامهم. طريقة الحشر عند الله يوم القيامة مثل ما صرح القرآن الكريم، الله يدعو كل أناس يوم ندعو كل أناس بإمامهم. من الإمام اللي أنت تتولاه في الدنيا تدعى به يوم القيامة؟ وبلا شك أهل البيت منهج، أهل البيت طريق واضح، أهل البيت فقه وعقيدة وعبادة، مو مسألة إن مذهب احنا ابتكرناه واحنا حاولنا أن نعلي من شأنهم. لا، القرآن أعلى شأنهم، الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي بينهم ووضحهم وأعلى شأنهم. عموما بعد هذه المقدمة، السيد حيد السيد إسماعيل الحميري إلى فذ التفاته يقول الناس يوم الحشر راياتهم خمس، فمنها هالك أربع. خمس رايات المسلمين، يقول قصد الناس يوم الحشر يعني المسلمين، لأن المسلمين اتخذوا طريقين، طريق ويا الصحابة مثل ما هم يدعون، ونقدر نبين أن حتى هذا الطريق يعني أصلا هو ما يعتمد على سنة رسول الله، لا، إنما سنة الصحابة. سنة رسول الله هجرت، سنة رسول الله تركت، واعتمدوا على سنة الصحابة. وضوءهم ماخذين مو من الرسول، من الصحابة، لاحظ هذا الشيء. وضوءهم ماخذين من الصحابة، صلاة التراويح ماخذينها من الصحابة، طلاقهم نكاحهم كل ما أخذين من الصحابة، وليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولو أردنا أن نثبت هذا لاستطعنا أن نثبته. عموما يقول السيد إسماعيل الحميري
الناس يوم الحشر راياتهم خمس، فمنها هالك أربع، فراية العجل وفرعونها، وسامري الأمة الأشنع، وراية يقدمها حبتر بالزور والبهتان قد شرعوا، وراية يقدمها أدلم عبد وكيع لكع أكوع، وراية يقدمها نعثل لا برد الله له مضجع، وراية يقدمها حيدر ووجهه كالشمس إذ تطلع. اللهم صل على محمد. فماذا عرف لنا رسول الله الإمام الحسين عليه السلام؟ شلون عرف لنا الإمام الحسين؟ هذا حديث من الأحاديث، مو عندنا حديث واحد. احنا لو نقول فقط الحديث اللي رواه البخاري الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هذا لكفى في مقام الإمام الحسين عليه السلام، فما بالك بباقي الأحاديث. هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، وتتعجب يا أخي من ذول النواصب، والله تتعجب. الآن عندكم في الكتب الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، يعني إذا أنا لبيت الحسين وقلت لبيك يا حسين، ألبي سيد شباب أهل الجنة، ألبي من طاعته تؤدي إلى الجنة، في النهاية يطلع لك كم واحد من ذول النواصب ويقول لك لا، أنت إذا قلت لبيك يا حسين أشركت بالله. أي شرك بالله؟ أي شرك؟ رسول الله طاعته تؤدي إلى الله، سيد شباب أهل الجنة طاعته بلا شك تؤدي إلى الله، ما يريد لها كلام. لكن مشكلة تتكلم ويا أي عقول. عموما في هذا الحديث يقول رسول الله: مكتوب على ساق العرش إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. خلنا نتأمل بهذا الحديث. أولا ساق العرش، وين ساق العرش؟ ساق العرش، العرش ما هو؟ العرش شيء ذكر في القرآن الكريم. العرش هو نقدر نطلق عليه المكان الذي تكون فيه سيطرة على الكون كله، مثل ما يقولون الكنترول، محل التحكم. الله عز وجل يتحكم في هذه الدنيا، يأمر الملائكة، ملائكة شغلتهم الريح والسحاب، ملائكة يعني كل أمرهم تدبير هذا الكون. فالله عز وجل المكان اللي تصدر منه الأوامر الإلهية، يطيع الله جل وعلا الملائكة من العرش. لذلك في القرآن الكريم: الرحمن على العرش استوى. استوى يعني إيش استوى؟ استوى يعني استحكم وتمكن، مو الاستواء بمعنى الجلوس مثل ما فهموها الوهابية. قال استوى يعني جقعد على العرش، حتى يقول عندهم واحد: وإن للعرش أطيط كأطيط الرحل. غريب عجيب. الرحمن على العرش استوى يعني تمكن وبسط سيطرته بحيث كل شيء يعود لله ويعود لقدرة الله ولتحكم الله جل وعلا. هذا معنى الاستواء على العرش. لما نسمع الرسول يقول مكتوب على ساق العرش، يعني مكتوب في السماوات العلى في ملكوت الله، هذا العالم اللي ما يمكن ان احنا نطلع عليه، لكن الرسول اطلع عليه ورأى مكتوب على ساق العرش هذه الجملة، هذه العبارة: ان الحسين مصباح هدى. إذن يعني الإمام الحسين له علاقة بالعرش وله علاقة بالكون. لما نفهم هذا الفقه ونفهم هذه العقيدة ما نستغرب، يعني احنا الشيعة ما نستغرب لما نقول الروايات أن السماء أمطرت يوم قتل الحسين دما عبيطا، ما نستغرب من هذا الأمر، لأن الدنيا كل الدنيا لها علاقة بمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
الرحمن على العرش استوى، الحسين مكتوب اسمه على ساق العرش، يعني لا علاقة بالكون كله. الإمام الحسين له علاقة بكل هذا الكون. ما نقول أن الإمام الحسين إله، هذه ما أحد قالها من الشيعة، ولا الشيعة يعبدون الحسين مثل ما هم الآن يعني شيعون عن التشيع في قنواتهم وفي مؤلفاتهم وكتبهم، خصوصا هذه الأيام، خصوصا هذه الأيام عندهم من الشيعة يعني قاموا يجهرون بها، كان سابقا ما يجهرون الآن يجهرون، لعنة الله على السياسة اللي خلتهم يعمون عن الحقائق جهرا. الآن يقول دول اللي يقولون لبيك يا حسين كفار، الشيعة كفار، متجمعين كم واحد من الوهابية في مصر كذا وطلعوا بيان جهاد ضد الشيعة، قتلوهم دول كفرة. يا سبحان الله، انتون عمركم ما بنقول مسلمين بعد، انتون عمركم ما اجتمعتوا على خير، من الله خلقناكم إسرائيل، إسرائيل قابض المسلمين ومحتل أرضهم، ما سمعنا يوم واحد ثارت فيهم الحمية وثارت فيهم النخوة، أبدا أبدا، ميتين ميتين. اليوم لا، اجتمعوا ضد الشيعة، ضد الشيعة كلهم طلعوا، ما ظل وهابي من كل مزبلة اللي طلع، كل مزبلة مزابل التاريخ طلع الوهابي، وقاموا يفتون الشيعة كفار إلى درجة طالع واحد في الكويت ما أدري وين اسمه، شاف العجمي ما إيش اسمه، وجايب كل قوة نحر الشيعة، وفي الكويت بعد هدين، ومال البحرين بعد خبرك كهربتهم واحدة، ذولا وهابية العالم كهربتهم واحدة، يطقون الحبة في السعودية تشتغل في الخليج كلها تولع زين، ما البحرين بعد طلعوا اثنين ثلاثة يهددون، لكن لأن يعرفون هني رد شلون الرد يجيهم. موضع الشاهد قال ذبحوهم وانحروهم، هذا قصاب، هذا مو شيخ، قول انحر وذبح وكذا وخلوا لي عشرة بجيب اذبحهم في سوريا. من تفاهة الأمور يعني، انت منو قاعد تهدد مذهب بأسره؟ انت منو قاعد تهدد الملايين من أتباع أهل البيت عليهم السلام؟ انت منو؟ نقول له انت من تكون؟ حكامك ما خوفونا، بخوفونا واحد طمطعين لنا من الزبالة جاي بهدد الشيعة بدبحهم بنحرهم، حكامك ما خوفونا ولا أرعبونا. الآن مشكلتهم عايشين بالعقلية القديمة، لبالهم هم أقوياء، هم مو أقوياء والله، ذولا ما عندهم قوة ولا عندهم جرأة، جرأتهم على من؟ على النساء والأطفال. إذا بحون لهم كم طفل في سوريا ولبال أنه قوي، صارت عنده قوة وصارت عنده جرأة، أبدا، هذه لا هي بطولة ولا هي شجاعة ولا هي جرأة، ولا هم رجال أساسا، ولا هم رجال. اللهم ثبتنا على ولاية محمد وآل محمد. والله احنا نشوف ولاية اهل البيت شيء في تعقل دائما، التعقل الحقيقي ويا اهل البيت عليهم السلام، حتى هذا المذهب بتعقل بافكاره موجودة في افكار اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. زين، في هذا الحديث يشير رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول مكتوب على ساق العرش، ما هي هذه العبارة المكتوبة على ساق العرش؟ قال إن الحسين مصباح هدى، وفي رواية الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. ما معنى مصباح؟ كلمة المصباح طبعا استخدمت في القرآن الكريم، وهذا طبيعة أحاديث الرسول سبحان الله. لاحظوا أنتم هذه الملاحظة، الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله لما تطبقها على المفاهيم القرآنية تحصل نتائج غريبة عجيبة. معنى كلمة مصباح
هو هذا ما يستخدم لإضاءة أو لتبديد الظلام. المصباح هو ما يجعل أو يتخذ ويطلق عليه أيضا السراج، وهذه صفة من صفات رسول الله، السراج المنير. شبه القرآن الكريم الرسول أنه سراج، ما يسرج به يعني يضيء، وسراج منير هو ما ينير الطريق. المصباح هو ما يتخذ للإنسان لتبديد الظلام، الظلام موجود، يعني لولا المصباح لما وصل الإنسان إلى طريق أو إلى النقطة التي يريدها. أنت الآن مثلا في الظلام، لولا وجود مصباح لديك ما يمكن أن تصل إلى النقطة التي تريدها، لأنك راح تتخبط. لذلك الله عز وجل، لاحظوا هاي كلمة مصباح في القرآن الكريم، ربط ثلاث كلمات مع بعضهم البعض: النجوم والمصباح وكلمة الهداية. وزينا السماء الدنيا بماذا؟ بمصابيح. زينا السماء الدنيا بمصابيح، يعني وظيفة هذه النجوم تقوم بوظيفة المصابيح. النجوم في نهاية الأمر يعني تعطيك نسبة كبيرة من الضوء. انت تلاحظ إذا انت على الأرض الليلة الظلماء التي ليس فيها بدر، مع ذلك الواحد تشوف يتمكن من الرؤية. هذه نسبة كبيرة من هذه الرؤية تأتي عبر الضوء الموجود في هذا الكون من ضوء النجوم وما شابه. زين، هذا واحد. كذلك النجوم أيضا لها علاقة بالهداية. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، أي واحدة؟ اثنين. النجوم لها علاقة بالهداية في قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. احنا عن طريق النجوم نهتدي. شلون نهتدي؟ نهتدي في طرقنا وسبلنا. خلي الآن مثلا، الآن واحد إذا أراد أن يسافر ممكن علامات في الطريق تدلك على النقطة اللي رايح لها. مثلا عندك مثلا جهاز، أجهزة الملاحة الموجودة نافيجيتر مثلا اللي يستخدمونه في البر والبحر، وصلك إلى النقطة بالتحديد اللي أنت تريدها، المكان اللي أنت تريده. لكن سابقا قبل 300 سنة، قبل 200 سنة، هذولا أبوتنا دشون الغوص بالأشهر، بالثلاثة، بالأربعة أشهر. هذا شلون يعرفون طريقهم؟ يطالع فوق السماء في الليل وعبر النجوم يهتدي. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعرف هاي شمال شرق غرب ويهتدي. سبحان الله. كذلك إلا في البر، إلا في الصحراء، هذا النجم القطبي يعرفون هذا الجهة الفلانية، يشير إلى هاي الجهة فيهتدون بهذه الطريقة. إذن النجوم تمثل هداية، هذا من العالم الدنيوي. لكن يجي واحد يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له: يا ابن رسول الله، ما معنى هذه الآية وعلامات وبالنجم هم يهتدون؟ قال: النجم هو علي بن أبي طالب، اللهم صلي وسلم على محمد. يعني عن طريق علي بن أبي طالب أنت تهتدي. فعلا أنت تحتاج إلى من يدلك على الطريق. هم دخلوا في حالة من التخبط غريبة عجيبة، ما يدري ياخذ دينه منه، من وين اخذ ديني؟ من عمرو بن العاص لو من معاويه؟ وكلهم صحابه. زين، فلان فلان من وين اخذ ديني؟ وكلهم متضاربين في بعضهم بعض، صحابه كلهم متضاربين، طلحه والزبير صحابه، وعلي صحابه، زين، ومعاويه صحابه، وعمرو بن العاص صحابه. قوم يا معاويه واقتل عمار بن ياسر الصحابي، وقوم يا أويس القرني وفلان وفلان من الصحابة قتلهم فلان، وهكذا. غريبة عجيبة. تقول لي بعدين طلعوا حديث من عندهم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. ودابة تشدب 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 عدلة، خلت شوي تصدق. شلون بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ هم ضرب في بعضهم البعض.
لكن هذا الحديث موجود: مثل أهل بيتي فيكم كالنجوم. هذا الحديث الحقيقي: بأيهم اقتديتم اهتديتم. فعلا أنت بتقتدي بعلي بن أبي طالب نفس الوضوء، تقتدي بوضوء الإمام الصادق نفس الشيء، بوضوء علي الهادي زين نفس الوضوء، سبحان الله. لكن الصحابة كل واحد عنده وضوء شكل، وعنده حكم شكل، وعنده عقيدة شكل. يلا دلونا على الطريق. فيقول لك من البداية الحسين مصباح هدى، بعد وسفينة نجاة. مصباح له علاقة بالهداية، هداية القلوب. لذلك اللي يبتعدون عن الإمام الحسين هي مشكلة، واقع نعانون من مشكلة كبيرة اللي يبتعدون عن الإمام الحسين، حتى من شيعة أهل البيت. نعدنا بعض الأبناء الله يحفظهم في الجامعات، في غير الجامعات، بعيدين كل البعد عن الإمام الحسين، ما له علاقة ولا صلة بأبي عبد الله الحسين. ترى مجالس الحسين، مواكب الحسين، اسم الحسين، زيارة الحسين، تربط الإنسان بهذه العقيدة ربط محكم وعقيدة محكمة. نسأل الله الثبات على ولايته. أيضا من ضمن صفات الحسين مصباح هدى، قال: وسفينة نجاة. سفينة لقب أو اسم السفينة ورد في قصة نوح عليه السلام. ونوح نخاطبه في زيارة الإمام الحسين والعلاقة موجودة: السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. زين نوح ورثه الإمام الحسين عليه السلام. نوح كانت عند هذه القصة، وأنه بنى السفينة، وأن الله عز وجل أغرق العالم بالطوفان، والذين نجوا فقط من ركبوا سفينة نوح. وهناك حديث عن رسول الله يرويه السنة والشيعة، وهو حديث متواتر، متواتر يعني إلى درجة أنه ليس فيه لبس أو لبس. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. اللي يتخلف عن هاي السفينة وما يركب مصيره الغرق. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وآله الحسين أنه سفينة نجاة. حديث عن الإمام الصادق رويه التستري رحمة الله عليه في كتاب الخصائص الحسينية، يقول: كلنا، عن الإمام الصادق، كلنا سفن نجاة، ولكن سفينة الحسين أوسع. هذه الأمور أيها الأحبة، وأنتم كلكم على ولاية أمير المؤمنين، هاي الأمور صعب أنك تفهمها للناس. أنت لأن أنت موالي تفهم، بس غيرك صعب تدخل إلى عقله، صعب تدخل إلى قلبه، لأنهم بعيدين جدا عن آل محمد. ابتعدوا، صاروا آل محمد في وادي، وهم صاروا في وادي آخر. لذلك نعمة هي الثبات على محبتهم وعلى ولايتهم. نسأل الله أن يجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وأن يفرج عن المؤمنين والمؤمنات أجمعين إن شاء الله، ببركات الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على للناس في الشهر بدر واحد ولنا للناس في الشهر بدر واحد ولنا في الشهر أربعة سبحان باريها. أعني الحسين أبا الأحرار أولها،
والفاضل الباذل العباس ثانيها، والزاهد العابد السجاد ثالثها، والرابع الأكبر المغوار حاميها. ولد الحسين، ولد الحسين ونوره، ولد الحسين ونوره مذ شع أذهب كل ظلمة، جبريل هنأ جده وأباه والزهراء أمه. كان النبي إذا رآه إليه أدناه وضمه، غذاه من إبهامه لبنان وقبله وشمه. فيه تبرك فطرس وبه محى الرحمن جرمه، وله أجل مناقب وفضائل في الدهر جمة. كم قد أفاض على الورى من جوده فضلا ونعمة، فهو الإمام، فهو الإمام ابن الإمام، أخو الإمام أبو الأئمة. إليكم كل منقبة تؤول، إذا ما قيل جدكم الرسول، وفيكم كل مكرمة تجول، إذا ما قيل أمكم البتول، فلا يبقى لمادحكم كلام إذا انقطع الخطاب فما أقول. بعد في هالليالي أكو عندي جلوة خفيفة عن أبي الفضل العباس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المؤمنين والمؤمنات. هاشمي هاشمي محل الشهامة، تلوح في غرة جبينة، حيدري وأوصاف حيدر بينت تزهي بعينه، طالبي من بيت نخوة ومرجلة وصفوة أمينة، من قبل الله اصطفاهم والله سماهم لدينة، والباري فضل هالعترة، والباري فضل لهم الجنة اجتباها الله، وبهم الباري حباها الله، زاهية بنور الولاية، وبهم الله الدنيا باها الله. هذا من حيدر علي، هذا من حيدر علي، وام البنين اغلى هدية، هذا من حيدر علي وام البنين اغلى هدية، فادي الزهرة ولدها بالمعاني الهاشمية. الله يا محلى جماله وطلعته بين البرية، بحر جودة من الفضائل صاحب الجف الندية، ميلاد عباس مضوب ميلاده، ميلاد عباس مضوب ميلاده.
والفرح عم المدينة شاله الوالد بيدينه الله شافه وتوسم شجاعة ومرجلة تخفيها عينه تفتخر تفتخر أم البنين بهالوليد وصار مفخر والوصل كرار من شافي تلاله بيستبشر هالشبل معروف من ذاك الأسد مولاي حيدر هالشبل معروف من ذاك الأسد مولاي حيدر شعشع الليلة جماله هالقمر والله أكبر حاميها عباس بعزمه حاميها حاميها عباس بعزمه حاميها وزينب تعاين جماله عن يمين وعن شماله الله قرت عيون الولاية وهالولد تزهي فعاله الله والحسن والحسن وحسين فيه تأملوا آيات جوده توسموا فيه البطولة والشجاعة من وجوده لاحظوا حيدر أبوهم قاعد يقبل زنوده والسعد رفرف عليهم ناثر بفرحة ورودة فرحان الليلة العترة فرحان والقمر بيان عليها الله وشالت زينب بيديها والهلا هل بالولادة بالفرح تزهي إليها الله جينا نتوسل يا ابو فاضل وبيك الحال لاهج جينا نتوسل يا ابو فاضل وبيك الحال لاهج والحشم النار بعدك يا الولي الهب لواعج منه غيرك يا طبيب الروح للهفة يعالج وانت لنا الأمل يا عباس يا باب الحوايج منه غيرك يا طبيب الروح للهفة يعالج وانت لنا الأمل يا عباس يا باب الحوايج والينا واللوذ بظلة والينا تشمل الدنيا يمينا ساطع النور بجبينه الله هاشم بطلعت كماله تزهي العزة الثمينه الله ربي يرزقني أوصل كربلا يا والزم ضريحة اللهم ارزقنا زيارة الحسين وزيارة قمر بني هاشم إن شاء الله ربي يرزقني أوصل كربلا يا والزم ضريحة وعلق شموع الألم والزم الشباكة بصيحة هذا ورده من علي الكرار
وآل البيت ريحة ما يوفي الكون كله لو وقف يتلو مديحة. زوارة يا رب اكتبنا زوارة، يا رب اكتبنا زوارة يا رب، ساعة يا أبركها ساعة الله، نحتضي منا بشفاعة الله الله. هذا من بيت المعالي ساطع بهيبة شعاعة الله، ولسعد لشم الطيب هالليلة، ولسعد وقبل كعبة الباري، ولسعد سعيد الزار يمتنا، ولسعد يصلي على النبي خير البرية، يصلي على النبي أفضل الصلاة والسلام عليك. زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم علي بن موسى الرضا محمد الجواد علي الهادي الحسن العسكري صاحب العصر والزمان، إلهي عجل فرجه صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين.